يسعد أوقاتكم حبايبي، معكم آلاء. برحب فيكم بقناتي آلاء لايف. وبما أنه رجعت الشتوية معناتها صار بدها أكلة محشي ملفوف طيبة وشهية بهالبردات، دفي المعدة وتفتح القابلية. بالبداية حابة أذكركم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا لسه ما مشتركين، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. هلأ عندي راس الملفوف أو اليخنة هيك بيقولوا له بالشام، بقيم منه القسم اللي بالوسط يلي هو بيربط كل الفروع لورق الملفوف، بتخلص منه بهذا الشكل لحتى يسهل علي تدبيلهم أو سلقهم بالمي السخنة. بنزل السكينة شوي لجوا بشكل إني أتأكد إنه تخلصت كل الأوراق من ارتباطها بهذا الجزء. شوفوا كيف صار الورق يتساقط لحاله لما صار يفك عن هذا الجزء القاسي. طبعا بنزعه وبتخلص منه، وأول ورقتين على الملفوفة بتخلص منها طبعا ما بلفها، أو فيكي تغسليها وتحطيها على وش الطنجرة مشان تحافظي إنه كل الملفوفات يكونوا تحت ما شي وحدة تفوش على الوش. هلأ باخدها على التدبيل أو السلق. عندي مي سخنة على النار، مالي حطيت لها أي شي نهائي. إذا ملفوفتك صغيرة بتساعب طنجرتك سقطيها مثل ما هي، وباعتبار نزعت الجزع منها بتلاقيها فورا صارت تتفرفد أوراقها بقلب المي السخنة، بس أنا عندي إياها كبيرة ما فاتت عندي بالطنجرة ما نزلت كلها، لهيك صرت شلحها ورقة ورقة، وكان طريقتها سهلة لأنه تخلصنا من الجزع القاسي. يعني الورقة حاولي تنزعيها من غير ما تنشق معك. مثل ما شفتوا الورقة كبيرة، بس أول ما بتاخد المي السخنة بتلاقيها دبلت وسلتت كلها بقلب المي. بتركها تقريبا دقيقتين مو أكتر بالمي السخنة وبعدين بسحبها، ما بدي اياها تنطبخ وتنسلق وتستوي بالمي السخنة، بدي اياها بس تدبل كرمال يسهل علي لفة. بهالمرحلة بتعامل مع الورقة بحذر كرمال ما تنشق وتبطل تلف معي. بصراحة محشي الملفوف هو ملك المحاشي الشتوية. في محشي السلق، في محاشي الكوسة والباذنجان والقرع يلي عملته معكم بفيديو سابق، رح اترك لكم اياه بالبطاقات وبشاشات النهاية وبالوصف يلي حابة تشوف طريقتي بمحشي الكوسة والباذنجان. بس هذا سيد المحاشي الشتوية، هي الأكلة شتوية بامتياز. هلأ لاحظت هون شغلة ما شاء الله، إنه بمصر دائما الكوسة والباذنجان متوفر على مدار العام، أما بسوريا ما بيتوفر غير بالصيف. أكلة المحشي مفضلة عندي بكل أنواعها شو ما كانت، محشي ورق عنب، محشي ملفوف، أو محاشي كوسة وباذنجان وقرع. أما عائلتي فما كتير بفضلوها، يعني بحبوها بس ما كتير بيطلبوها. اكتبولي بالتعليقات انتو مثلي ولا مثل عائلتي؟ في صنف من أصناف المحشي بيعملوه بس بمحافظة حمص يلي هو محشي الجزر. إذا حابين نجربه سوا اكتبوا لي بالتعليقات. الجزر ما بيكون هذا الجزر الأورنج اللي بيجي، لا بيكون جزر أصفر، لونه أصفر، بيجي حجمه كبير شوي، بينحفر من الوسط وبيتقشر وبينطبخ بمرقة عبارة عن عصير بردقان مع طحينة وتوم وجوز. نكهته غريبة بس كتير طيبة. وهون بعتت ابني جبلي ملفوفة صغيرة بتفوت بالطنجرة كرمال ورجيكم طريقتها. مثل ما شفتوا سقطتها بالطنجرة على حالها، بس نزعت منها الجزع القاسي اللي بالوسط وبنزلها بمي سخنة وبخلي المي السخنة تجي على كل جوانبها حتى بقلبها بعبي مي سخنة، وببلش ابرمها. لو كانت طنجرة اكبر كان لقيتي وقت اللي بتبرميها عم تشلح اوراقها لحالها بس من البرم اللي بتبرميها. كرر العملية لكل الملفوفات يلي عندي بنفس الطريقة، وصار وقت تجهيز الحشوة وتجهيز الورق. هلأ الملفوف ما بنحزر عليه بصراحة، أعطيكي كمية محددة للملفوف ما في. أنا عندي هون نقعت كيليين من الرز، زاد عندي حشوة لكمية الملفوف اللي عندي كان لازم بس كيلو ونص من الرز. طبعا غسلت الرز المصري حبة صغيرة، غسلته أول شي كتير منيح لتخلص من النشا اللي جواته، بعدين نقعته بمي سخنة لمدة نصف ساعة، وبهالأثناء قعدت لحتى جهز الورق لللف. طريقة تجهيز الورق بتختلف حسب المقاس يلي بتفضلي أو متعودة عليه. بنزع القسم يلي بوسط الورقة يلي هو قاسي، وبخلي الورقة الرقيقة. نحنا عنا الملفوف بسوريا بتجي ورقة كبيرة، يعني ما بنطبخه مثل بمصر الورقات مثل ورقة اليبرق حجمها ومنلفها، لا منخليها كبيرة على حجمها. نحنا إذا ما كانت الملفوفاية هالقد قدها ومنغنغة ومسقسقة ومن أول تنتين بتاكليهم تشبعي فيهم ما بيمشي الحال، نقعد نتم عم ناكل لقم لقم مثل اليبرق ما بيعبي راسنا. منحب حجم الملفوف كبير، نفوت بأوله نطلع بآخره.
طبعا انك تقطعي له اوراق صغيرة كتير موديله شيك وحلو، وبالطنجرة وصفتهم وترتيبهم واستواهم كتير رائع. بس نحنا مثل ما قلت لكم متعودين على هي الطريقة وعلى هذا الحجم، وبالنهاية الشكل والحجم ممكن نختلف عليه، بس الطعمة الخرافية الشهية هي ما في حدا يختلف عليها بنوب، ولا بدها اتنين يحكوا فيها. أكلة المحشي مناسبة للعزومات الكبيرة يلي عدد أفرادها معزومين عليها كتار، يعني إذا بدك تغيري شكل عن المنسف والرز والكبسة والبرياني والمندي، فيك تعمل المحاشي بكل أشكالها وبتكون طيبة ومشبعة. بصراحة أنا لما بدي أقول عزيمة أو أتذكر سفر عزايم ملوكية وفاخرة وفخمة وكلها فيها من أصناف الشهية من كل صنف بحبه القلب وبتشتهي العين، بتذكر جدي أبو والدي أبو أبي يعني الله يرحمه. عن جد بتحسوا خلقة العزايم بس إله، كان يمد صفر تنهدى لملوك الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. وبعد ما غزلت الرز وصار جاهز عندي للحشو، حطيت كمون، معلقتين كبار فلفل أسود، زنجبيل وشوية فلفل وشوية سبع بهارات، ومعلقة كبيرة محلب. المحلب بينقل طعم الملفوف لنكهة تانية خرافية، وبحب حطه بقلب الحشوة لية. حطيت معلقتين من السمن العربي وبنزل عليهم ب200 جرام من اللية. هلأ بالحشوة فيك تحطي كمون حب، بس أنا عيلتي ما بتفضل الكمون الحب، لهيك حطيت كمون ناعم. الكمون هو للنفخة، يعني مو بس نكهة، نكهة وفائدة. بحب دوب اللية بالسمنة وتاخد لها تحميرة ناعمة، تطلع نكهتها أطيب وأشهى بالحشوة. وحطي كمان شوية زيت نباتي، كمان بتعطي لمعة رائعة للرز. بتركها شوي للية لتاخد اللون الذهبي، وبعدين بضيفها على الحشوة وبحركهم كلهم مع بعض، وهيك صارت عندي الحشوة جاهزة. وجود الكبير بالعيلة بركة عن جد، من بعد الكبار يعني الجد والست ما في حدا يجمع العيلة، وحتى الجمعة ببيتهم بتكون أحلى جمعة. يعني حتى لو حاولتي تعمليها ببيتك، الجمعة بتكون أحلى ببيتهم، إلها نكهة وحب وأمان وذكريات ما بتنتسى. بالنسبة للحشوة بضيف عليها معلقتين من الثوم المهروس وبحركهم، وتمام الوضع صار عنا جاهز لللف. أي مشكلة بتكون صارت بالعيلة أو بالحياة بالإجمال إلها حل إذا كان عنا الكبار موجودين ولسه عايشين. عنا مثل بيقول يلي ماله كبير ماله تدبير، يعني إذا في بالعيلة كبيرة فبتلاقي لها حل لأي مشكلة، بيرجعوا لكبيرة وهو اللي بيحلها. الله يطول بعمر يلي عايش ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين. طريقة اللف سهلة، منلف على الوش الناعم مو على الوش الخشن، يعني في وش أسمك من وش، في وش يكون العروق اللي فيه ناعمة طرية، على هذا الوش منلف. الوش اللي أقسى شوي منخليه لبرا، وبترك مقاس إصبعتين كرمال ما يطلع الرز من الجوانب، وبلفه بشد إيدي بس مو كتير كتير بشدة بشدة، يعني بشكل إنه ما تفتح معي على الغليان. بخلي فيها شوية مجال إنه تدخل المرقة لجوات الرزة وتستوي. كرر العملية مع كل الورقات لحتى خلص اللف. سبحان الله نحن كنسوان الله مهون علينا عملنا، يعني سبحان الله الرجال دائما وقدك تحطيه لف بتلاقي لا مو مهمته، إلا اللهم إذا كان هو عنده هالهواية وداخل هالمجال عن حب. أما بالإجمال ست البيت الله مطول بالها أكتر على هاي التفاصيل، وبتلاقيها عم تلف وهي مستمتعة، وخصوصي إذا عم تلفي أنتي وأختك وأمك والعيلة أو حدا بتحبي، وقاعدين أنت وياه مبلشين باللف وعم نحكي شي على العالم وشي شو صار معنا وقصص شروي غروي. بتلاقي الوقت مضى والملفوفات خلصوا لف وما حسيتي فيهم. سبحان الله كل شي بالجمعة أحلى. حتى بيقول مثل ما بعرف إذا حرام أو حلال، بس إنه الجنة بلا ناس ما بتنداس. بالمناسبة ما قلتوا لي شو رأيكم بالروتين الفيديو اللي نزلته، روتين تحدي الكسل، روتين التحفيزي. إذا عجبكم وحفزكم بتحبوا أعملكم فيديو تاني اكتبوا لي بالتعليقات، ولا حابين الفيديو الجاي يكون وصفات، وإذا حابين يكون وصفات نعمل وصفات عادية وشتوية ولا وصفات خاصة بالمقاطعة. بحب أخذ رأيكم بكل شي لحتى يكون كل شي عم ينال إعجابكم. ويلي عنده أي انتقاد لأي وصفة أو فيديو سابق يكتب لي بالتعليقات. بالنهاية نحن عائلة
كلامكن ورأيكم بهمني، انتو عيلتي التانية وأصحابي بغربتي. بنبسط كتير بتعليقاتكن بوجودكم بحياتي. الله يديمكم نعمة بحياتي وتبقى عيلتنا هون عم تكبر أكتر وأكتر. على المنتدى بالقناة نشرت استطلاع رأي، بتمنى كل مين عم يشوف الفيديو يدخل يعطيني رأيه. ونحن عم نلف هالملفوفات، تعالوا أحكي لكم حكايتي أول ما أجيت على مصر. ما شاء الله فيها مساحات كتير، يعني قد ما وصفت ما شاء الله كبيرة، يعني سوريا كلها ما بتطلع قد شقفة صغيرة من مصر. يعني أنا المنطقة يلي قاعدة فيها هي قد المحافظة يلي أنا كنت عايشة فيها بسوريا. عن جد ما شاء الله المساحة فيها كتير كبيرة، ورغم كل مساحتها كمان ما شاء الله كلها فيها إنارة، يعني ما بتلاقي ولا منطقة عتمة. وكمان كتير حبيت التنظيم يلي بشوارعها، يعني إذا شارع عريض وسريع بتلاقي عاملين جسر فوق للمشاة لتقطعي الشارع كرمال ما تاكلي هم كيف بدك تنتقلي للجهة التانية. واستغربت كمان من كمية الكلاب اللي ماشية بالشوارع، بس الحلو إنهم ما بيأذوا. بس يعني قد ما كان يلي ما كتير بفضل الكلاب مثلي ما بيحب وجودهم بهالكترة بالشوارع. وأكتر شي كتير حبيته بمصر كلها بالإجمال إنه في دائما قسم خاص للصلاة، غير إنه الجوامع ما شاء الله منتشرة بكترة وكل شارع تقريبا في جامع أو اثنين. كمان في مكان بأي منتزه بأي مكان عام للصلاة، كمان هذا الشيء كتير رائع. الحشوة اللي زادت عندي نزلت قرع من الثلاجة حطيت له مي سخنة فكتلجه وحشيت. بالنهاية أكيد كل بلد فيها مساوئها وفيها محاسنها، بس مثل ما قلت لكم أنا بحب دائما أشوف الشيء الإيجابي. وأكيد بلدي الحبيب سوريا رغم مساحته صغيرة بالنسبة لأم الدنيا، بس حبه بقلبي كبير. يا رب ترجع سوريا مثل زمان وأحسن من اللي كان، ونستقبل كل يلي استقبلونا ونشيلهم بقلبنا وعيوننا. طبعا مثل ما شفتوا حطيت شقف من اللي بأسفل الطنجرة بتعطي نكهة خرافية. وهلأ خلصنا تسطير ولف وندرنا على الغاز، أخذناها لحتى تستوي. عندي هون نفس التوابل اللي حطيتها، محلب وكمون وتوم وملح، بضيف عليهم مي أنا ضفتها مغلية كرمال سرع من عملية الاستواء، وبضيفها فوق الملفوف. الملفوف مثل ما شفتوا كبسته كرمال ما يفوش وتفلت الورقة مني على الغليان. أول شي بكبسه وبس انطلعت غلوته وصار يغلي بقيم الكبسة من عليه. ببقى عم ضيف مرقة كل ما احتاج وبزبط ملحة. وآخر الشي لحتى يبلش يستوي ثلاثة أرباع الاستواء بحمضه وبضيف له الليمون المعصور. وهون عندي استوى ثلاثة أرباع الاستواء، بضيف له الليمون، عصرت هون تقريبا خمس ليمونات كبار. ليش ما ضفت الليمون وأول ما ضفت المرقة على الملفوف؟ لازم سؤال نسأله، لأنه إذا بضيف الليمون مباشرة قبل ما يغلي ويبلش يستوي بتكز وبتشد ورقة الملفوف وبتبطل تستوي معنا. لهيك بس تستوي ثلاثة أرباع الاستواء بضيف الليمون وبتركه بعدها ربع ساعة وبالعافية. هي قلبت الطنجرة قدامكم، ما شاء الله طالعة قالب مثل قالب الكيك، شكلها خرافي وروايحة بتشهي. يا ويلي على الروايح الخرافية، ولو تذوقوا الطعم الشهية بنصحكم انكم تجربوها واعطوني رأيكم فيه بالكومنتات. عن جد اشهى والذ اكلة شتوية. بتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا زر لايك وتشتركوا بالقناة اللي لسه ما اشترك، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. شوفوا كيف مستوية ودايبة ورايح نيفة، والرزة لسه محافظة على قوامها مالها دايبة ومخبوصة. وصلت لنهاية الفيديو، كان معكم ملكة المطبخ، بحبكم كتير، سلام.